طيب مبرره حساسيه النصراويين من الموضوع؟ بالتاكيد يعني ملعبهم من حق الجمهور النصراوي يعني انه يطالب بكل ما يراه يعني مصلحه ناديه. تعرف الجماهير تطالب بلاعبين، تطالب ببعثة، تطالب حتى ببعاد اداره النادي. ايضا يعني من حق اداره النادي ان تبحث عن مصالحها، احنا ما نعرف حتى الاتفاق وش بيكون عليه. هل هو الاتفاق ايضا النصر حتى تدخل خزينته اموال؟ لو يعني فعلا هل الكلام تم، ماذا سيستفيد النصر؟ جمهور يعني النصر يقول لك احنا لا نبي دراهم ولا نبي مفاوضات، نبي الملعب. زي ما الهلال رفض احنا نلعب على ملعبه، احنا ما نبغى يلعب على ملعبه. هذا كلام الجمهور. اي انا اتكلم الكلام الرسمي كيف مفروض يكون شكله. شوف الكلام الرسمي انا قلت لك اياه، هذه هي. انا اشوف مصالح النادي وانا فيه، بعض المرات انت حتى ما انت مضطر انك تتبع كلام الجمهور. يعني انا مثلا في الغاء عقود، مثلا الغاء عقد مدرب، يطالبون بالغاء عقد مدرب، لازم اتبع صوت الجمهور؟ لا، لازم اشوف انا فعلا وضع الفريق. وانا كثير ادرى لما اجي بس في كثير الجمهور من قاعد يقول لك انا ماني محتاج فلوس، انا عندي صندوق الاستثمارات، كم بتعطيني انت على الملعب؟ انا عندي صندوق الاستثمارات، ماني محتاج اني اتخلى عن حصريه الملعب عشان مقابل مادي. بس شوف حتى المسائل الماليه يعني حقيقه، بس عشان بس الجمهور ايضا يفهم، النصراوي لغير نصراوي، المسائل الماليه ترى صندوق الاستثمارات العامه ما هو فاتح ميزانيته كامله مثلا للنادي ولا راح يغطي لك. ايضا النادي يمكن يبحث حتى عن التفوق المالي عن انديه الصندوق مثلا الاخرى، وهذا حق من حقوق مثلا النادي. انا اقول لك اذا راى النصراويين في هذا مصلحة لهم، إدارة النصر شايف في فعل فائدة أكبر، ممكن يتجهون هذا الاتجاه. لكن أيضا من حق النصر إدارة وجماهير أنهم يطالبون أيضا بملعبهم، ملعب يعني وفي عقود حصرية. لاحظ أنه في طرف يعني آخر وهو ذكرته أنت قبل كذا، اللي هو فعلا يملك الحقوق الملعب وملتزم بعقد مع النصر وهي شركة الوسائل، وأعلنت أنه هي ملتزمة بهالعقد. حقيقة شوف أزمة الملاعب، إذا أغلق الأستاذ يعني الأمير فيصل بن فهد والأستاذ الملك فهد الدولي، بالتأكيد أنه ما في خيار إلا ملعبين. ومع ذلك ترى على فكرة راح تكون في أزمة ملاعب وأزمة شديدة، يعني ترى ما هو بالحل بس الهلال أنه خلاص لعب في النصر ولا لعب في فقط الهلال. لو أغلق الملعبين السنة دي راح تواجهنا في الجدول يعني مشاكل كبيرة جدا. أنت عندك آخر ترى جولة يعني فيها عندك الشباب وعندك الرياض راح يلعبون هم، ملعب الرياض مو مجهز ولا هو بصالح يعني اللعب. كيف تلعب مباريتين؟ ما عندك الا ملعب، اذا اغلق الملعب ما عندك الا ملعب النصر، وفيه الهلال والنصر مثلا نفترض، وين بيلعب الرياض؟ وين بتروح الجوله الاخيره الخطيره؟ اللي هي توقيت واحد، اللي هي توقيت واحد، يترتب عليها صعود وهبوط، يترتب عليها حتى تتويج يمكن بلقب، يترتب عليها امور كثيره.